نشوف اللي بعده بقى. الورق اللي بعدها فين؟ هات برضو زي United States of America in God we trust $10. هنا برضو انا معرفش مين رئيس الجمهورية ده، مين معرفش. ادي واحدة شبهها هي كمان $10. اما $5 دي هو انا عارف ان ده ابراهيم لينكولن، هو ده، انا عارف متأكد ان هو ابراهيم لينكولن. صباح الخير يا جميع الطلبة والطالبات، طلبة الطلبات المراحل كلها، أهلا بكم في فيديو جديد مع مستر محمد من قناة الصديق مستر محمد على اليوتيوب. بصراحة الفيديو النهاردة أنا مش محضر له ولا في سكريبت ولا في أي حاجة عايز أشرحها. الفيديو النهاردة من خارج الصندوق، يعني عايز في البداية الأول أرحب بكم في قناة الصديق مستر محمد وأدعوكم اللي أنتم تشتركوا في القناة طبعا وتفعلوا جرس العام عشان تشاركوا كل جديد. وبالتوفيق في الامتحانات ان شاء الله في الفترة اللي جاية. بالنسبة لفيديو النهاردة في موضوع ما انا عايز اتكلم فيه، ممكن يهمش ناس كتير، ولكن انا اتعلمت عامة لما ببقى ناجح في مجال او ناجح في حاجة مش بتاعتي، النجاح دوت لازم يكون ليه اسباب او اشخاص ساعدوني في النجاح. طبعا في البداية بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، قناة علامة استفهام، قناة علامة استفهام، قناة رؤية للمعلومات، قناة عبدو تك، ساعدوني ان انا القناة تكبر وساعدوني ان اربح منها وينزل لي يعني الحمد لله في مدة بسيطة بدأت تاخد الربح بتاع القناة او القنوات اللي عندي كلها. ولكن بس انا عايز اعمل الفيديو دوت عشان استبعد فكرة الفهلوة. مش كل حاجة في حياتك هتاخدها بالفهلوة وكل حاجة مش هتاخدها بالفهلوة، لازم يكون في ناس متخصصة تتبع تشوف دماغه ماشية ازاي، خبرة عنك في المجال. هتتفرج على فيديوهاتهم، هتتابعهم كويس. ده انا عملته في قناة علامة استفهام وقناة رؤية للمعلومات وقناة عبدو تك وغيرهم بصراحة من القنوات. في ابو ملك ده برضه من القنوات الممتازة. كل دي قنوات علمتني يعني مين كود، وعلمتني ازاي اعرف اعمل فيديو وجودة الفيديو والصور والحاجات دي كلها. وانا بصراحة جودة الفيديو عندي مش كويسة اوي لضعف الامكانيات، ولكن لما حصلت على وصلت $100 يعني ومسكت فلوس وكده، حابب برضو ان شاء الله اصور من نفسي ومن شغلي. ولكن زي ما قلت لكم فيديو النهارده مش حاجه تعليميه، ولكن بوجه شكر تاني للاستاذ ايمن صفوت اللي ما عرفوش ولا يعرفني. انا اللي علمت استفهام استاذ احمد في قناه رؤيه المعلومات، طبعا من الناس الممتازه جدا. وانصح اي واحد لسه هيفتح قناة يوتيوب لازم يمشي على فيديوهاتهم ويسمعهم كويس ويبقى عنده صبر عشان ينجح في قناته. شكرا خالص تاني قناة رؤية المعلومات، قناة علامة الاستفهام، قناة عبدو تك، قناة ابو ملك، والتوفيق ليا وليهم في حياتنا ان شاء الله وكل الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. شكرا، صباح الفل.